هو حضرتك انا كان اول عيد يعدي عليا بعد ما توليت القياده في السكه الحديد كان العيد الصغير اللي فات. انا توليت في السكه الحديد في شهر 3 اللي فات. فاول اختبار كان العيد الصغير. العيد الصغير كان في نظام في السكه الحديد معمول ان هم ايام العيد بينزلوا قطارات زياده وعربيات علاوه زياده. فكانوا بينزلوا القطارات الزياده وعربيات العلاوه الزياده باجره مختلفه عن القطر اللي موجود. بمعنى لو انا وحضرتك هنركب سي قط عربيات العلاوه اللي هي العربيه الاخيره اللي بتبقى بتضاف للقطر بالظبط. اللي راكب جوه القطر كله كامل سي بيدفع 10 قروش، اللي بيركب عربيه العلاوه بيدفع 13 قرش. وهو نفس القطر واحد. فقعدت عرضت الامر على الدكتور جلال ولغينا موضوع، لقينا ان من ضمن الاسباب ارتفاع السوق السوداء ان انت نفس التذكره ب 10 بتتاخد ب 13، او بمعنى اصح عشان الناس تبقى فاهماني، كان في تذكره ب 70 جنيه وتذكره ب 100 جنيه في نفس القطر. فاذا الفرق فيه 30 جنيه على نفس التذكره. ده كان بيشجع ان انت، ما اقصدش حضرتك طبعا، ان الناس تاخد تذاكر وتبيعها في السوق السوداء، لان نفس اللي في فرق في 30 جنيه في التذكره. فتم الالغاء. لما بحثنا الموضوع ده لقينا الموضوع ده بيجيب قد ايه كله في العيد، في الاربع ايام بتوع العيد او في الفتره اللي هي تسبق العيد الاربع ايام قبل العيد بيجيبوا مليون جنيه. استغنينا عن المليون جنيه علشان نقضي على السوق السوداء وتبقى التذكره متاحه بسعر واحد بالكامل. دي كان اول قرار اتاخد في الموضوع. تمام. الحاجه الثانيه ان احنا زودنا عدد العربيات اكتر من المتوقع اللي كان بيزيد قبل كده، سواء قطارات كامله او سواء عربيات علاوه. زودناها ازاي؟ ان احنا من يوم ما ابتدينا نشتغل ابتدينا نهتم بالصيانه وتجديدات العربيات وتحسين العربيات اللي هي بتطلق عليها العربيات المطوره والعربيات المميزه. بجينا في العيد الكبير حضرتك، طبعا احنا مش شغالين في العيد الكبير قبلها باسبوع، لا احنا شغالين من قبل العيد الصغير، العيد الصغير والعيد الكبير. تمام. العيد الكبير انا كان عندي بنقل 460,000 او 463,000 راكب في اليوم. كان الاول بيتنقل 456,000 راكب. يعني قبل العيد الصغير قبل شهر واحد كان بيتنقل 456,000 راكب يوم. فعملنا على اننا نطور عربيات ونجهز عربيات، وصلنا بالمعدل ل 463,000 راكب يوم. يبقى اذا في عند حضرتك 7,000 زادوا. ده على مدار السنه. قبل العيد طلعنا تاني عربيات عندنا وكثفنا العماله عندنا وكثفنا الشغل والمجهود. قدرنا ان احنا نطلع 26 قطار وما يقرب من 40، يعني زياده في القطارات علشان تقدروا تواجهوا القصه دي. دول عملوا معايا حضرتك 180,000 راكب يومي. جميل. غير ال 463,000. فعشان كده حضرتك العيد الكبير لا شفت زحمه ولا شفت حد ولا حد اشتكى ولا حد. اسمح لي بس اتوجه للمشاهدين.